هنبتدي مع بعض فقرة ما وراء الرجالة، وهنشوف نور هيرد على العشرين سؤال ولا لأ. جاهز؟ جاهز. هنشوف. لو ما كنتش مطرب كنت هتشتغل ايه؟ تاجر عربيات. نور بتهزر ولا بجد؟ لا بجد. بجد فعلا؟ تاجر عربيات؟ دي موهبة يعني؟ لا أنا بحب العربيات عموما فكده يعني. ايه أكتر غلطة غلطتها وندمت عليها في حياتك؟ هي كانت غلطات في الشغل عموما، لما بيجي لك مثلا عمل أو حاجة وانت ترفضها وكانت ليا نزلت ونجحت وتتضايق. تتضايق بتنفسك؟ لا ما بنفسش، بس يا ريتني عملتها، ويعني ليه ما عملتش كده. ايه اكتر حاجه وجعتك في حياتك؟ والله الحمد لله لحد دلوقتي ما فيش حاجه يعني كبيره مؤثره، بس الاكتر حاجه بتوجعك لما حد من صحابك او حد من الناس القريبين ليك تلاقيه مش موجود. الموت يعني. ايه اكتر حاجه بتخاف منها؟ المرض. بتفكر فيه كتير؟ لا خالص. ايه رايك في الكلام اللي بيتقال عليك ان احمد فهمي بقى اشهر منك او نجح اكتر منك في التمثيل؟ احمد فهمي ده اخويا، فانسى ان انت توقعيني فيه، هو بيمثل وانا بغني، يعني دي حاجه ودي حاجه. طب ما احنا بنسال سؤال. وانا بفهمك، انت بتقولي اشهر مني اصلا، هو اصلا بيمثل. يعني انا مش بمثل، هو بيغني، انا بغني وهو بيمثل، فهمتي قصدي؟ فدي حاجه ودي حاجه، وانسى ان انت برضه تعرفي توقعيني فيه لان ده اخويا وربنا. طيب ليه الناس دايما بيقارنوا بينكوا؟ عشان احنا بنغني فريق واحد. بيقول لك الاثنين الطوال اللي عينيهم ملونه اللي مش عارف ايه، ففي حد اتجه للغناء وحد اتجه للتمثيل، والاثنين صحاب وحبايب ويتقابلوا في اعمال كتيره، وبنغني لسه في واما كلنا مع بعض وكده. ايه اكتر فرق بتحب تسمع لها؟ بحب بره كنت بسمع باك ستريت بويز، وفي فريق اسمه ازيت. لا في مصر. في مصر بحب شارم موفرز قوي. حققوا نجاح اكبر من واما ولا؟ لا واما ليها نجاح وهم ليهم نجاح. ليه خبيتوا ان اللي كتب كلمات اغنيه بقالنا كتير كان مذيع وميوله اخوانيه؟ كنتوا بتخبوا اسمه؟ انا ما اعرفش اصلا مين اللي كتبها، دي الغنوه بتاعت برنامج البيت بيتك. انا كنت صغير جابوها لي الحنها. اوكي. عشان مطرب تاني يغنيها. فعملت لهم ديمو كده، حتى كان في غلطه في يعني منشز في حته كده، فلقيته منزلوه في البرنامج، فبسطت قوي، كنت لسه صغير، كنت لسه ما غنيتش، فانا لا اعرف ده كلام مين. وكان ساعتها اعتقد ما كانش في حاجه اسمها اخوان، الاخوان دي انتشرت مثلا ايه بعد الغنوه دي بسبع ثمان سنين، فاحنا مش هنكتشف ان هو احتمال يبقى اخوان بعد سبع سنين. شفت بقى قصدي؟ بتصدق ان الحب الاول ما بيجيش في الحياه الا مره واحده؟ لا يعني الحب اللي بجد ما بيجيش في الحياه، يعني انت ساعات بتحس ان مره دي الحب اللي هو اللي هتفضل فيه ومبسوط فيه في حياتك، فهو ده اللي بيفضل مره واحده بيه صراحة يعني. مين اللي خد قرار الانفصال، انت ولا زوجتك الاولى؟ نيكست، تخش على السؤال اللي بعده. ليه؟ لا يعني بلاش اتكلم في الحاجات دي، حاجات شخصيه يعني. الحب ممكن يخلص وينتهي؟ طبعا كل حاجه تخلص وتنتهي. ليه الراجل بيقبل يخون لكن ما بيقبلش يتخان؟ لا مفيش حد بيقبل، لا الست ولا الراجل اللي بيقبلوا الخيانه، الخيانه دي حاجه وحشه. لو ست خانتك ممكن تسامحها؟ اكيد لا خالص، حتى لو بتحبها؟ اكيد لا. طيب قولي، بتحب البنات وتقدر تعترف ان انت بتحب البنات ولا لا؟ يعني بحب البنات من وجهه نظر ايه؟ يعني بحب البنات رجاله بتحب حلو. الستات ولا يعني ما هو كلمه اللي بيحب الستات ده اللي هو كل شويه يعرف ستات كتيره، ما اكيد لا. قبل ما قامت تتجوز كنت بتحب البنات وتتعرف على البنات كتير؟ اكيد انا كنت اعرف يعني كل كنت اعرف مصر كلها. تعمل ايه لما بتكتشف ان في معجبه عايشه معاك قصه حب في خيالها؟ لا كتير. صعبوا عليك؟ لا مش بصعبوا، بس انت بتتعامل معاهم ان هم بيحبوك ودي حاجه كويسه يعني. اللي تلاقيه مثلا بيكلمك كل يوم مثلا صباح الخير انت فين، الحمد لله ما رضتش خالص مش عارف ايه، معلش انا سوري جدا ان انا النهارده ايه ما بعتلكش الصبح اصل كنت مشغوله قوي. مشغوله ايه؟ انا مش عارف اصلا يعني، فاهم كده يعني. بتغير اكتر على مراتك ولا مراتك اللي بتغير عليك؟ لا انا مراتي ما بتغيرش عليا لان هي بتثق فيا فعلا؟ لا مفيش غير الستات يعني. انت يعني سلمت سلام. هفهمك حاجه دلوقتي، في ستات بجد رخمه يعني، انا ببقى مع صاحبي مثلا مراته بصيت لي دي ليه؟ يعني مش عارف ايه ده؟ انا لو واحده قالت لي كده اقوم هسيبها وامشي. لا مفيش الحاجات دي يعني، اللي هو يعني الحاجات البسيطه خد بالك مش عارف ايه، ما تجاوزات بس مش اكتر من كده. لو اتخانقتوا مين بيصالح التاني الاول؟ هو عاده احنا مش بنتخانق يعني عشان ما اكذبش يعني. لا اكيد يا نور يعني بتزعلوا شويه ما شاء الله يعني. ولو شد كده يعني اللي هو عادي ما حصلش حق يعني. يعني انا نادرا لما افتكر ان حاجه حصلت، بس لو حاجه حصلت مثلا بعدها بساعه تلاقينا بنتكلم عادي مفيش حاجه. اعتراف هتقوله لمراتك لاول مره؟ بحبك جدا. لا 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 لاول مره، اول انا كل مره بقول لها انا بحبك جدا، دلوقتي بقول لها بحبك جدا جدا جدا. ايه اصعب قرار خدته في حياتك؟ قرارات التغييريه يعني، مثلا ايه قرار ممكن بالنسبه للناس تشوفه مش صعب بس بالنسبه لها صعب، لما قررت مثلا من وانا صغير ان انا بعد ما عملنا اول البومين مع واما قررت ان انا اغني لوحدي. فقلت يا ربي لو ما نجحتش فيه هيبقى شكلي وحش قوي، بس الحمد لله ربنا كرمني ونجحت وعملت البوم كان يعني عمل الجو كويس، وابتديت بقى اكمل شغل لوحدي. تقبل كنت تتجوز ممثله او حد بيشتغل في نفس المجال؟ مستحيل.
مستحيل؟ مستحيل. ليه؟ مستحيل حتى اتجوز واحده كانت بتعمل اخبار، يعني الاخبار اللي هي السياسيه بقى. السبب ايه؟ سبب ليا انا عموما، يعني مثلا ممكن حد تاني بالنسبه له اوكي. انا بالنسبه لي مراتي دي ما حدش يعرفها، يعني ما حدش يعرف بعيدا عن اي حاجه، ما هي ممكن تبقى مثلا مصممه ازياء، يعني انا ما بحبش كل واحد غير التاني. ما تشتغلش اصلا؟ لا ما تشتغلش، لا هي يعني تقعد كده ايه في البيت، تاخد بالها من الولاد ومني وتتدلع وخلاص، شكرا كده. اوكي طيب، لو جت مراتك دلوقتي قالت لك انا عاوز اشتغل، ما هو تشتغل ايه؟ اي شغلانه بقى، مشروع حابه تشتغل يعني. ايه المشكله؟ مفيش مشكله. انت راجل غيور بطبعك؟ انا مش غيور خالص، بس يعني باخد بالي على مراتي يعني. طيب رساله حابب تقولها لحد بتحبه غير مراتك؟ رساله لكل الناس الصحابي بتوع زمان اللي انا مقصر معاهم، يعني سامحوني وما تتضايقوش مني، ولو احد يعني مش بيكلمني يكلمني وانا هرد عليه ونتقابل واشوفهم، لان انا مقصر مع اصحابي جدا. مين اقرب واحد ليك في الوسط الفني؟ احمد فهمي. واحد بس اقرب واحد؟ أحمد بس فهمي. احمد فهمي. شكرا، خلصوا 20 سؤال.